للاستفاضة أكثر حول هذه الجزئية سينضم إلي الأستاذ نبيل الفقيه الناشط الإعلامي. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. الجمهور الكريم. نعم، نتحدث اليوم عن الهدنة وفرص السلام مع الميليشيات الحوثية في ظل الخروقات المستمرة وفي ظل التعنت الحوثي وفي ظل عدم التزام الميليشيات الحوثية بالتوافقات السياسية التي رعاها المبعوث الأممي. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني هل من الممكن أن تكون هناك هدنة أممية في ظل كل هذه المعطيات؟ نسأل أنفسنا ونفتش في أرشيف الحوثي من 2004، دعونا من قبل وماضي وأجداده وغيره، أنهم لا عهد لهم ولا ذمة. من 2004 عندما بدأ الحرب على النظام السابق وإلى دخول عمران وصنعاء واجتياح البلد، ومن 2014 والحرب الدائرة واتفاق الكويت واتفاق جنيف وكذلك كل الاتفاقات التي حصلت مع الحوثي، ماذا نفذ الحوثي من هذا كله؟ هل تم يوم أن سمعنا أن الحوثي نفذ اتفاق برعاية أممية أو إقليمية أو حتى دول المجتمع الأوروبي أو غيره؟ لم ينفذ شيء، ما ينفذ إلا إذا كان اللي صالحه هو، لا يهمه للشعب اليمني ولا يهمه لوطن ولا يهمه إلى أن يصير البلد إلى الهاوية، لا يهمه ذلك، ما يهمه هو مصلحته الذاتية ومشروعه الخاص الذي أتى به من العمائم السوداء من إيران. الحوثي لا دين له ولا ذمة، لا عهد له ولا ذمة، لا يمكن أن ينفذ شيء، وبتواطؤ للأسف تواطؤ الأمم المتحدة هي تعرف ذلك، وأنها الهدنة تعرف أنها استراحة محارب للحوثي. لماذا عندما الحوثي يكون في الرمق الأخير تأتي قلق الأمم المتحدة ويأتي المجتمع الأوروبي وتأتي المبعوث الأمريكي وغيرهم، ونرى المشاورات وإلى عمان وغيره المشاورات الجارية، والقلق يبدو على الأمم المتحدة. لماذا قبل عام عندما أراد اجتياح مأرب وبكل قوته وعد هذا الإعداد القوي لم نسمع الأمم المتحدة؟ وعندما بدأ بالانهيار وبدأ صفوفه تضعف وبدأ يريد استراحة قالوا هدنة، والهدنة كلها تخدم نتيجة الظروف الدولية والأزمة الدولية وحرب أوكرانيا وروسيا، والكل يعرف ذلك. أعطوا له هدنة فرصة لكي استراحة محارب وسنرى فيما بعد. الحوثي لا يمكن له أن ينفذ أي هدنة، لا يمكن له أن ينفذ أي اتفاق، وليس هذا تجني عليه، بس فتشوا في إرشيف الحوثي لا يمكن أن ينفذ أي اتفاق ولا يمكن أن يرضخ لأي هدنة. في ظل هذا الجزئية التي تحدثت عنها، يعني ما هي الخيارات لدى المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بشكل عام إذا فشلت كل الجهود التي يقومون بها خلال الفترة الماضية، خصوصا ونحن نسمع مؤخرا بدأت ترشح أنباء أنهم يريدون أن تكون الهدنة مستمرة؟ ما هو خياراتنا نحن في الشرعية؟ أما الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هذا معروف عليهم أنهم سيجتمعوا ويحققوا جولة أخرى من المحادثات والمشاورات وغيره. ما هو واجبنا نحن كيمنيين؟ ما هو واجبنا نحن الحكومة الشرعية؟ نحن أصحاب القضية، نحن أصحاب قضية عادلة. ما هو واجبنا أمام كل هذه المهازل التي يعبث بدماءنا، يعني طيار الهدنة والقروقات التي تجري؟ كم رصد الجيش الوطني وإعلام الجيش الوطني من خروقات تمت، آخرها استهداف طيران درونز إلى موقع البلق في مأرب، كذلك كاتيوشا على أطفال في أحياء في تعز، يعني هذه أبرز ما كانت عليها، وأعتقد شهيدين وسبعة جرحى أطفال في حارات المشكي في تعز، وكثير من الخروقات. فقط هذه يعني عينات ليعرف العالم، والعالم يعرف، العالم يتعامل معنا بمصلحته الذاتية. إذا ما يعني صحينا نحن، يعني أنت تعرف ونعود بالذاكرة عندما كان المبعوث الأمم المتحدة يأتي إلى الرياض تكون شروطه أقوى، لكن عندما يفاوض الحكومة الشرعية وهذه كان في عدن أكيد الشروط تقف. عندما نكون نحن أقوياء ونتابع قضيتنا بذاتنا ونضع الحوثي والأمم المتحدة في الزاوية ويكون إعلامنا نحو يعني يخدم قضيتنا،
في الخروقات وغيرهم، ونرصد كل جرائم الحوثي، وتتحرك وزارة حقوق الإنسان، ويتحرك السفراء في الداخل وفي الخارج، وتتحرك سفارتنا لنشر قضيتنا أمام العالم، ليعرف العالم أننا نواجه ناس منذ يعني يحملون ثمان سنوات لم تكن كافية لأن يعرف العالم حقيقة الوضع في بلادنا. العالم يعرف ذلك، العالم يتعامل بمصالح، يتعامل بإنسانية لشعوبه، والإنسانية عندما يتكلموا بها كل لشعوبهم، أما نحن يتعاملوا معنا بمصالح، فإذا ما حقق له مصالح حتى لو كانت ميليشيا أو كانت حتى مافيا تحقق مصالح لهذه الدول، هي تتعامل معنا بأجهزات الاستخباراتية وليس بإنسانيتها أو قوانينها أو ديمقراطيتها التي تزعم أنها تعاملنا بها. تعاملنا يا أخي الكريم بأدوات استخباراتية قذرة، فإذا ما لبى لها الحوثي يرفع لها تقارير كل يوم كاذبة عن البيضاء أنها تابعة للقاعدة، وأنه سيحمل وأنه يحارب القاعدة، وأنه وهي ترى مصلحتها كأنها في الحوثي، ومشروع إيران كذلك في الحوثي. فهل نكون نحن أصحاب القضية، نحن الدولة، مع أن الأصل أنها تتعامل مع الدولة الشرعية من مصالح العالم، يتعامل مع الدولة الشرعية الضامن الوحيد للمصالح المشتركة، للطريق البحري الممتد إلى البحر الأحمر الدولي، كذلك عندما تعامل مع دولة فبالتأكيد سواء كانت محاربة الإرهاب أو كذلك للمصالح السياسية المشتركة الذي بين العالم، وهذا لا يخفي أن العالم صار أصحاب مصالح مشتركة وغيره، فبالتأكيد الكل يعرف ذلك. لكن نحن علينا واجب قوي بعد هذه الثمان السنوات، علينا أن نتحرك على كافة الأصعدة، يعني حتى لو كان يعني حتى في الإعلام، وأصغر إعلامي على أن يتحرك سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، في الإعلام، في غيره، للوقوف مع قضيتنا نحن. يكفي أننا دخلنا في متاهات سياسية، يكفي أننا دخلنا في أشياء لم تكن تخدم قضيتنا، أعتقد حان الآن الأوان لنكون نحو ويعني خلف المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي عليه مهمات وطنية كبيرة، علي أن يكون عند مستوى الحدث، والشعب يأمل من الجميع، يأمل من الإعلامي، يأمل من الرئاسة، يأمل من الجميع أن يلبوا مطالبه، وهو الأمن والأمام والأمان، وكذلك لا 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 استخلاص الحوثي أو استرجاع العاصمة صنعاء، ويعني إنهاء هذا السرطان. لكن أما أن نركن على العالم وعلى الجميع، فأعتقد أنه يعني ونحن لم نقم بواجبنا بأكمل وجه. بالأخير أنا أقول لك يا أخي الكريم، والله إذا استطعنا أن نسحق الحوثي، واستطعنا أن يعني نلعب سياسة عسكرية وسياسة على كافة الأطرحة، فبالتأكيد أننا العالم سيرضخ لذلك. يعني علي عبد الله صالح عندما في حرب 94 ناشدت الأمم المتحدة، أعطت الأخضر الإبراهيمي وغيره، تقصد بأن يضعوها كأمر واقع كما يتصرف الحوثي تماما. لكن بالعودة إلى الأمم المتحدة، إلى الأمم المتحدة والجهود للوصول إلى سلام، البعض يقول أنه تعدد مبعوثو الأمم المتحدة إلى بلادنا، ممكن 4 إلى 5 مبعوثين إلى حدود الآن لأزمة واحدة. ربما البعض يقول أنها ابتلعت الأزمة اليمنية كل جهود المبعوثين الأمميين، وفقدت الدبلوماسية جدواها مع ميليشيات لا تعرف إلا لغة السلاح والسلاح فقط. هنا يأتي السؤال، أصلا هل واقع سلام ممكن في بلادنا؟ يعني هناك مطالبات بهدنة مع هذه الميليشيات، هل هناك أصلا فرصة للسلام مستقبلا، وفرصة أن نصل إلى توافق سياسي مع هذه الميليشيات بعد 8 سنوات من حرب أهلكت الحرث والنسل؟ لا لا لا، السلام مع الحوثي لا يمكن، أنا أقول لك، لأن مجموعة عقائدية وتحمل مشروع إيراني، وهذه المجموعات العقائدية صعبة جدا أن تتعامل معها، هي تعتبر أن الحكم لها حق إلهي، وأنها منزهة، وأنها سلالية، وأن البقية لابد لها أن يكون عبيد، وهذا تاريخهم، لو كانوا إماميين معنا هم أجدادهم يعني. لكن هذا أتى بمشروع إيراني، وأتى لا يمكن له أن يتعايش مع اليمنيين، غريب يعني، يعتبر كائن غريب في كل المحافظات، المشرفين الحوثيين أو غيرهم معروفين بالعدد فقط لأنهم قوة،
فصاروا يعني نشاز، أعمالهم نشاز، سواء أفكارهم نشاز، كل شيء. هؤلاء جسم غريب على جسدنا اليمني، لا يمكن أن يتقبلها اليمني. وأنا نقول لك تأتي غضب شعبي ويلف الجميع الحوثي قد عاث في الأرض الفساد. أما عن المبعوثين الأمميين الذي طرحته في مقدمة سؤالك، فالكل بذاكرة اليمنيين تعرف ذلك، وابتداء من ولد الشيخ إلى على الى جروندبرغ الاخير الى جريفيث الى غيره. لم ينجح اي مبعوث اممي في اليمن ما عدا ولد الشيخ الذي عفوا المبعوث الاول الذي كان اليمن قبل الحرب، هو الذي نجح في ان يسلم البلد بطبق عن الذهب الى الحوثي، وكان مهندس الانقلاب الحقيقي الى الحوثي. اما غير هؤلاء المبعوثين كلهم فشلوا، هذا فشل في ان يجعل بالعوده الى جهود المبعوث الاممي الحالي. نبيل، المبعوث الاممي الحالي في احاطته الاخيره كان قد اعلن عن بعض النقاط التي ربما تهم المواطنين وقد تكون إيجابية وتنعكس على المواطنين. أعلن خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أنه يعمل على توسيع الهدنة من خلال 4 عناصر تشمل الاتفاق على آلية شفافة وفعالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وأيضا فتح طرق إضافية في محافظة تعز ومحافظة أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وأيضا انتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة. قراءتك لهذه النقاط؟ لا، أنا اطلعت على التقرير، وتقرير جيد وممتاز، وعندما يقرأه الشعب اليمني يتخيل أنه من اليوم الثاني سيصبح اليمن السعيد الذي كان تاريخيا باسم اليمن السعيد. لكن راجع قبل المبادرة الأولى التي قالت فتح مطار صنعاء، وكذلك الجوازات الصادرة من صنعاء يعترف بها، وفتح المطار وغيره، وكم من ضمن البنود فتح المعابر وكذلك حصار تعز وغيره، ما نفذ. نفذ الشقة الحوثي، فتحت طريق تعز، طريق الحوبان، كذلك البيضاء وغيرهم، لم ينفذ شيء. إلا لماذا ينتقلوا من مبادرة إلى أخرى؟ عندما ينفذوا للحوثي ما يريدوا وينتقلوا إلى الشق الآخر أو إلى مبادرة أخرى لتغطية المبادرة الأولى الذي نفذوا بنود الحوثي. أنا لا أقول يعني من خلال هذه الجزئية، ولو قاطعتك نبيل، يعني يظهر أن الحكومة الشرعية تستمر في تقديم التنازلات تلو التنازلات. ما الذي بقي للحكومة ولم تتقدم بالتنازل عنه؟ لماذا تقوم بتنازلات مستمرة أصلا؟ هم يقولون نحن دولة وعلينا مسؤولية على الجميع، وهذا الشعب نحن ملتزمين يعني قانونيا ودوليا وأخلاقيا على جميع من هم في الأراضي اليمنية، سواء تحت مناطق سيطرة الحوثي أو في المناطق الشرعية. لكن الشارع العام يقول لماذا تقدموا التنازلات للحوثي تلو التنازلات ويستفيد منها؟ فتحتم مطار صنعاء لتهريب الإيرانيين والدخول والخروج وتجنس، وكذلك مع أنه لصالح الشعب اليمني فتح المطار للمعاناة الإنسانية وغيره، لكن الحوثي لا يمكن له أن ينفذ شيء لصالح الشعب إلا إذا كان مصلحته هي الأولى. وكذلك الجوازات الصادرة وغيره، تجنيس إيرانيين وخبراء لبنانيين وغيرهم الذين يعملون سواء في المنظمات أو يعملون خبراء الحوثي، يعني المعادلة من شقين. فلذلك يا أخي الكريم، عندما يعني ينفذوا صحيح أن المبادرة الأخيرة وتوحيد البنوك وإعطاء الرواتب لجميع الموظفين، هو بالأخير سيستفيد منه الشعب، يعني الموظفين الغلابة، لكن في ظل حكومة الحوثي لا يمكن له أن يدخل شيء. نعم. لا يمكن له أن ينفذ شيء إلا لصالحه، يعني نبيل الميليشيات. نعم. هكذا. أستاذ نبيل الفقيه الناشط الإعلامي، شكرا جزيلا لك.